طبعا ب افشنسي، ولكن هل هذا الفن هو افكتيف لو مو افكتيف؟ يعني لازم نعرف انه هذا له تاثير لو ما له تاثير. اذا تاثيره يعني ما بفائده، علاش مخلينا نخسر يعني تصنيع، ونخسر يعني كوست، وممكن سبيس ياخذ. فشوف هذا الافكتيفنس زين. شوفون هذا الفن هو يشغل مساحه اللي هاي البيس مات، هذا البيس مات، هو اذا ما موجود فهذه المساحه اللي شغلها. فنحسب الحراره المنتقله من هذا الفن، تمام، كيو فن، ونحسب الحراره المنتقله من مكان الفن، المكان اللي يشغل الفن، ونقارن بيناتهم، نقارن بين هاي الكيو وهاي الكيو، ونشوفها ايش قد النسبه. راح نقسم الفن افكتفنس، راح نقسم الكيو فن لكيو فن على كيو نو فن على كيو نو فن. هذا هو مفهوم الافكتفنس. طبعا الكيو نو فن هي راح تكون الاتش هي ترانسفير كوفيشنت في الاي بيس، البيس مالته هذا البيس اي مساحه يشغلها، في التي بيس ماينس تي انفينيتي، في التي بيس ماينس تي انفينيتي. الكيوفن احنا تعلمنا الكيوفن نحسبها في عندنا 3 كيسز، كيس A B و C 3 كيسز، فحسب الكيس راح نقدر نحسب الكيوفن. قسم واحدة على الثانية راح تطلع لنا الافكتفنس. إذا كانت الافكتفنس تساوي واحد، معناتها الاديشن اوف تو ذا سيرفيس داز نوت افكت هيت ترانسفير ات اول، يعني ما له اي تاثير، يعني ما موجود احسن، يعني ما موجود افضل، لانه راح يقلل من الكوست من السبيس، فهي ما تفيدنا الحاله انه يكون الافكتفنس تساوي واحد. واذا كانت الافكتفنس اقل من واحد هم تفيدنا، لانه انا اريدها الافكتفنس اكثر من واحد، فاقل من واحد معناتها انه الفن قام بدا يشتغل كانه انسوليشن، يعني قام بدا يقلل من الحراره، يقلل من انتقال الحراره. فالاصغر من واحد هو يعمل كانه انسوليشن، واكبر من واحد لا، هو هذا المطلوب، ومعناتها انه الفن enhancing heat transfer from the surface as they should، يعني المطلوب هو انه يكون يعني تحسين بانتقال الحرارة من هذا السطح، فمن ضفنا الفن تحسن كمية انتقال الحرارة، وهذا معناته وهو المطلوب، معناه الفن افكتفنس أكبر من واحد هو اللي لازم يكون. غير هاي الكيس ما لازم نخلي فن، غير هاي الكيس ما لازم نخلي فن، فلازم أكبر من واحد. فالكيوفن هو شو تساوي لنا الكيوفن هنا؟ هو الفن افشنسي في قلنا الماكسيموم كيو بوسيبل، كيو بوسيبل هو الكيو بوسيبل ماكسيموم. شو وقت تكون ماكسيموم؟ قلنا عندما يكون الفن كله مخلينا، يعني نفترض انه عنده كله بدرجة حرارة البيس، كله بدرجة حرارة البيس، شو يصير الكيو المنتقلة الفن؟ هي الاتش في الاي فن سيرفس اريا مالت الفن في التي بيس ماينس تي انفينيتي، وكانه الفن كله عند التي بيس، واضحه مو؟ تنظر في ال طبعا هاي ماكسيموم كيو، تنظر في الفن افشنسي تعطيني الاكتوال كيو، تعطيني الاكتوال كيو، تقسم على الاتش في الاي بيس في التي بي ماينس تي انفينيتي تعطيني الفن افكتفنس. خلينا نختصر ال H في ال H، تمام، T base minus T infinity و T base minus T infinity، يبقى عندي ال fin efficiency مضروبة في ال A fin مقسومة على ال A base، هذه هي ال fin effectiveness. ممكن تقول ال fin effectiveness هو حاصل قسمة ال fin surface area على ال base area مالت ال fin مضروبة في الفن افشنسي. واضح؟ واضح دكتور.
هذه في حالة انه اني اخلي الفن الفن كيو فن بهذا الشكل، يعني فن افشنسي في الماكسيموم كيو. في حالة انه اطبق عليه الكيسز الثلاثة، اخلي الكيو فن الاكتوال اللي قلنا بالكيس الاي اللي هي لونج فن اشتقيناها بوقتها، كانت الكيو فن تحت الجذر اتش بي كي اي كروس سكشن في التي بيس ماينس تي انفينيتي، على قلنا هي الكيو عند البيس هي الاتش في الاي بيس في التي بي ماينس في تي انفينيتي، تتقسم هاي الكميه على هاي الكميه، راح تروح التي بيس ماينس تي انفينيتي ويا التي بيس ماينس تي انفينيتي، راح تبقى عندي الاتش بي كي اي كروس سكشن في الثيتر، العفو هاي بس حولها للثيتر بي بعدين تختصر، ويختصر الاتش ويا طبعا هنا هنا اي كروس سكشن، تمام اي كروس سكشن مال فن هي نفسها الاي بيس، هي نفسها الاي بيس فهن مستويات، ان هو الكروس سكشن هو البيس فهذن مستويات، راح تختصر الاتش ويا الاتش والاي كروس سكشن ويا الاي بي، فهاي يصير هنا تحت الجذر، هنا تحت الجذر وهنا الاتش والاي كروس سكشن تنشال، يعني تبقى بس البي في الكي، اذا كي في البي على الاتش اي كروس سكشن، هذا هو الفن افكتيفنس بالنسبه للفيري لونج فن، الفيري لونج فن افكتيفنس تحت الجذر، الكي كوندكتيفيتي مالت الماتيريال مال الفن، في البي البيرميتر مال الفن، على الاتش هي ترانسفير كوفيشنت حول الفن، في الاي كروس سكشن للفن تحت الجذر تنطيك الفن افكتيفنس. وقلنا هي الاي بيس هي نفس الاي كروس سكشن اكيد ما يحتاج لها. الكيس بي، كيس بي طبعا هاي الكيس اي، كيس اي هاي الفن افكتيفنس، كيس بي راح يكون بس الفن في الفن كيو فن بس تنضاف لها تان هايبربوليك ام ال، تان هايبربوليك طبعا هذا الجزء الاول قسمناه على هذا الجزء الاول الثالث، هذا الجزء بالمقام شن طاني، هذا انطاني هذا الجزء انطاني هذا نفس، تمام فقط راح اضيف له تان هايبربوليك ام ال، اذا تان هايبربوليك ام ال تبقى نفسها، وهذا على هذا قلنا انطاني هذا فقط قلبته وخليته بالمقام، قلبته وخليته بالمقام ايش صار؟ صار اتش اي كروس سكشن على الكي في البي. اكو واحد ما افتهم هاي الخطوه دكتور؟ اعاده يا رد. ها اعاده الخطوه الاخيره دكتور بلا زحمه. نعم نعم خلي سوي لها يعني هذا الجزء، على هذا الجزء خلي نسوي اختصارات، ان الاي كروس سكشن هي نفس الاي بيس، البيس يعني قاعده ما هي نفس الاي كروس سكشن، ايش راح اسوي؟ اتش خلينا نسويها نقسمها اتش اي كروس سكشن، بس ايش قد؟ بس نصف مو؟ نعم دكتور نصف، في ايش قد؟ في بي في الكي، بي الكي بس ايش قد؟ بس نصف، بس نصف دكتور، بس نصف على ال H ال A base تمام بس ايش قد؟ بس نصف واحد بعدنا واحد في تان هايبربوليك ام ال،
واضحه قلنا الاتش في الاي كروس سكشن هي نفس الاتش في الاي بيس لان الاي كروس سكشن نفس الاي بيس هاي اس نصف هاي اس واحد راح يختصر هذا كله تمام راح يختصر ان عند القسمة تطرح الاس اس فهاي يصير واحد ماينص النصف هاي اس يصير اس نصف تمام هاي راح تحذف الواحد شو يصير نصف تمام كانه عندك كانه عندك اكس بسجل بس نصف على الاكس شو يصير تساوي واحد على اكس بسجل في اكس بس واحد بس ماينص نصف مو ننزلها جوا شو تصير بس ماينص بس ماينص تغلب الاشاره طيب ويساوي واحد على عند الضرب شو يصير؟ تجمع الاسس يعني واحد شو يصير زائد ماينص نصف يعني يصير واحد ناقص نصف واحد ناقص نصف شو يصير؟ نصف نصف اكس اس نصف واضحه مو؟ فنفس الحاله هاي اتش في اي كروس سكشن اس نصف على اتش اي بيس او اي كروس سكشن اس واحد فتنزل هاي اللي جوا تنظر فيها تنطرح الاسس وتبقى نصف يبقى واحد ماينص نصف يبقى نصف اذا هنا ايش راح يصير عندي؟ بي في الكي اس نصف على الاتش في الاي بيس اس نصف يعني تصير كلها اس نصف بس هو قلبها ايش سوى؟ سوى كان هايبربوليك ام ال على اتش الاي بيس صارت شنو نفسها اي كروس سكشن هون وقلب البي في الكي صارت تحت الجذر وصارت فشل هاي كلها تحت الجذر واضحة لان اتش اي كروس سكشن على كي في البي إذن هذه هو الإفكتيفنس بالنسبة للكيس بي بالنسبة للكيس بي هذه هي الإفكتيفنس هذه طريقة ثانية وهم يثبتها نفس الشيء طريقة ثانية وهم يثبتها نفس الحالة هاي الكيس الثانية الكيس الثالثة هي نفس الكيس الثانية بس شو نسوي بس نحول قلنا ال الى ال كروس سكشن بس نحول ال الى ال كروس سكشن الكيس الثالث هاي في حاله انه نحول الكيس الثالث الى ثاني العفو ال الى كوركتيف ال سي هاي في حاله انه احنا نحول الكيس الثاني الثالث الى ثاني اذا ما تتحول يعني هي ما تتحول الكيس الثالث الى ثاني يعني النسبه هاي ما طلعت عندنا هي اقل من 8% نسبه خطا شو نسوي؟ راح يصير عندك نفس هذا القانون بس مضروب في التيرم الكبير مال الكيس الثالث اللي هو كوساين هايبربوليك زائد ساين هايبربوليك هيك يعني بس تاخذ الجزء الكبير وتخليه تضيفه لهذا الجزء يعني ما كان الثاني هايبربوليك ام ال واضح؟ هاي بالكيس الثالث هسه نحسب نحسب الكيو توتال بالنسبة للوول يعني احنا كنا ناخذ الكيو فن من الفن يعني نحسب الكيو منتقلة من الفن هسه اريد احسبها من الفن من المساحة اللي بين فن وفن يعني انا عندي وول ومخلي له اكيد اكثر من فن اريد احسب الكيو من الفن والكيو المنتقلة بين فن وفن واجمعهم كلهم واقول هذا الوول منتقلة من عند كيو الى الخارج قيمتها Q total قيمة شنية Q total تمام هاي ال Q total هي مجموع اثنين هي ال Q من الفن قلنا زائد ال Q من المنطقة اللي هي بين فن وفن زين
هاي سميناها الكيو بين فن وفن، سميناها كيو ان فن، كيو ان فن. والكيو اذا ماكو فن سميناها كيو نو فن، يعني هاي قبلها كنا نحسبها سميناها تسمية، لان لازم يثبت عندك التسميات. هاي التسميات مهمة، انه يعني هي راح نستخدمها. هاي سميناها كيو نو فن، اذا ماكو فن المنطقة اللي شغل الفن سميناها كيو نو فن. والكيو المنتقلة من هاي المنطقة، هاي سميناها الاي، هو بسميناها الاي، هاي المنطقة سميناها الاي انفن انفن. والكيو المنتقلة من اللي سميناها كيو انفن، كيو ان يو ان ان فاز اف. تمام، واضحة مو؟ نعم واضحة دكتور. زين، فراح نحسب الكيو اللي خارجة من الفن سميناها كيو فن، سميناها كيو فن، و نجمعها ويا الكيو انفن، راح نجمعها ويا الكيو انفن، راح تطلع لنا تساوي توتال ويا الكيو توتال، كيو توتال. تمام، كيو توتال احنا مسميها توتال اف، يعني باعتبار انه هذا الوول بي فن. هذه هي المجموع مالت الكيو. خلي نشوف شلون نفصلها. كيو توتال فن يساوي كيو ان فن، قلنا بين الفن وفن زائد الكيو فن اللي خارجه من الفن. هاي الكيو ان فن هي المنطقه اللي قلنا محصوره بين فن وفن، فقلنا هي الاتش هي ترانسفير كوفيشنت، في الاي ان فن مساحه سطحيه اللي بين فن وفن، في التي بيس يعني هي تي بيس هي مالت الوول يعني مالت الحائط ماينس التي انفينيتي، زائد الكيو فن اللي هي قلنا كيو فن هي الافشنسي مالت الفن في الماكسيمم كيو، في الماكسيموم كيو قلنا الماكسيموم كيو هي الاتش في الاي فن في التي بيس ماينس تي انفينيتي. من هذا شو راح ينتج؟ طلع عامل مشترك اللي هو تي بي ماينس تي انفينيتي والاتش، والاتش وياها شو راح يصير عندي؟ الاتش هذا بعدين شو راح يبقى عندي هنا؟ هنا راح يبقى عندي بس الاي انفن زائد الافشنسي في الاي فن، الافشنسي فن في الاي فن مضروبه طبعا في التي بيس ماينس تي انفينيتي. هاي هي الكيو توتال بالنسبة للمنطقة من الفن ومن الأنفن. طبعا هذا عرض قلنا اتفقنا ان عرض هذا الفن هو W وطوله هو L والسمك مالته T، والارتفاع هذا هو ارتفاع الحائط اللي هو يحتوي مجموعة فنز، ارتفاع الحائط اللي هو يحتوي على مجموعة فنز. في الاي اي نوفن، اي نوفن هي الدبليو في الاتش، اي نوفن اللي هي الدبليو في الاتش، يعني اضرب العرض هذا في الاتش يعطيني مساحه الحائط، يعني اي نوفن يعني مساحه الحائط، واضح مساحه الحائط. اي انفن هي الدبليو في الاتش ماينص 3 في التي في الدبليو، يعني شنو؟ التي في الدبليو شو تعطيني؟ مساحة الكروس سكشنال اريا مالت هذا الفن. تمام، يعني السمك في العرض هذا يعطيني المساحة المقطع، مساحة المقطع مالت هذا الفن، فهو يشغل ثلاثة من هذا. يعني أنا عندي كم فن هسه بالاتش؟ واحد اثنين ثلاثة، أي يعني يجوز عندك وول بي فد 100، أكو وول بي 1000، المهم هو العدد راح ينضرب في الدبليو في التي. إذا W في التي هنضرب في ثلاثة بالنسبة لهذا الكيس اللي عندنا فيها ثلاثة فن، فالمساحة الكلية W في الاتش تعطيك المساحة الكلية اللي هي بدون فن، ماينس مساحة اللي يشغلها هذول الثلاثة فن راح تعطيك هي المساحة اللي هي الـ A unfin اللي هي بين الفنز، اللي هي مجموع المساحات بين الفنز، مجموع المساحات بين الفنز. واضحة هذه طلاب؟
حضرنا دكتور بك تعيد لنا هذا اللي شو بس هي هاي الشغله عندنا يا دكتور عفوا عليه ماشي هذا التي واي هذه الفين مساحه اللي ملتصقه بالحائط هي شنو المساحه الملتصقه بالحائط نفس الدبليو في التي تمام دبليو في التي هذا واحد مو انت عندك ثلاثه تضرب ثلاثه في الدي في التي في الدبليو هاي مساحه مال واحد تضرب في ثلاثه انت عندك ثلاثه هذا طلعت لك المساحه اللي يشغلها الفنز ثلاث مساحات عندك يعني عدد الفنات العفو استاذ هاي عدد الفنز هاي عدد الفنز هاي مساحه الكوس سكشن اي مال الفن تضرب في ثلاثه تطلع لك مساحات اللي يشغلها الفن طبعا المساحه الكليه هي اتش في الدبليو مساحه الحائط ماينص مساحة اللي يشغلها الفن مساحات اللي يشغلها الفن راح تبقى لك بس المساحة اللي هي كيو ال اي ام فن اللي هي واحدة اثنين ثلاثة وما كاتب لك يعني ثلاثة في مساحة واحدة هنا بس هو معطيك المساحة الكلية مساحة الكلية دبليو في الاتش ماينص ثلاث مساحات ماينص ثلاث مساحات تعطيك المساحة اللي هي ال اي ام فن واضحة هسه؟ اي نعم دكتور الايفن الايفن هي شنو هي اثنين في الدبليو في ال في الدبليو ال في الدبليو شنو تعطيك ال في الدبليو شنو تعطيك مساحه جوا مو هاي التحتيه في اثنين تعطيك التحتيه والعلويه تمام مساحتين زائد ايش قد زائد مساحه مال الدبليو في التي زائد المساحه اللي هي التي في الدبليو اوكي هاي مساحه تنطيك شنو مساحه منه مساحه الفن الواحد مساحه الفن السطحيه يعني اي فن هي معناتها مساحه سطحيه 2 في الدبليو في الال في الدبليو زائد التي في الدبليو تنطيك مساحه السطحيه للفن الواحد تيت المساحه السطحيه لكل الفنز اللي عندنا الموجودات راح نضرب في جيد راح نضرب في 3 راح نعطيك كل المساحة السطحية للفنز الفلات واضح هسه مساحة سطحية قلنا ال W ال L في اثنين تعطيك الجو فوق زائد مساحة هذه ال W في T تعطيك مساحة سطحية مالت الفن هذا كل مساحة سطحية للفن واضح هسه هذه دكتور وال L في T ما بتاخذ مساحة نعم ال في تي ال في تي تنهمل ال في تي هاي نستخدمها ال اي ام ال اي ام هاي تنهمل هاي نستخدمها فقط بالحساب الافشنسي واضح واضح نعم دكتور نعم دكتور هنا طبعا شوف انا قلت لك ذني ينهملن صح ينهملن واقوام يهملون بعد اكثر شو يهملون هاي ال W في T لانها قيمتها قليله اكثر شيء هي المساحه وين هنا وبالتحت فتقريبا شو يسوى 2 في ال W في ال L 2 في ال W في ال L مساحه الفن الواحد بعدين ننظر في 3 لان انت عندك 3 فن تطلع لك مساحه الفن الكليه يعني هاي تقريبا بس ننظر في ثلاثة فنز يطلع لك مساحة الفن الكلية يعني دكتور بس ناخذ السيرفس اريا بقيت المساحة نعملهن ايه بس السيرفس اريا يقول لك يفهمك يقول لك في الفن بصورة عامة تاخذ المساحة السطحية العلوية والسفلية واضحة مو تمام دكتور. دكتور بس الايفن يعني شو بيها؟ بس الايفن الدكتور بس اخر شيء هاي بس لا مزحمه هي ال في الدبليو بابا مالك علاقه لان الحواف ما ينحسبن هسه تروح للفنز تشوفها بالحياه العمليه هاي خفيفه كلش اثنين في ال في الدبليو ايه يعني هاي المساحه ال في الدبليو تعطيك هاي الفوق وهاي الجو هسه موبايل مساحة الفوق من يم الزجاجة هاي مساحة L في W والمساحة الجوة من يم الكاميرا هم L في W 2 في L في W تعطيك مساحتين خلاص تمام موبايل واضح واضح دكتور
الباقيات هم لذن الحواف لأنه خفيفة. Steam in a heating system flows through tubes whose outer diameter is D1 يساوي 3 سنتيمتر and whose walls are maintained at a temperature of 120 degrees centigrade. إذا أنا عندي تيوب، عندي تيوب ويدخل بداخل هذا التيوب شنو هو؟ Steam. الدايمتر مال هذا التيوب الأوتر دايمتر الأوتر دايمتر الدي 1 سمينا 3 سنتيم، وسطح هذا البايب التيوب اللي يدخل به الستيم سطحه الخارجي درجة حرارة تشقيل 120. يعني هاي ال 120 شنو هي؟ هاي التي بيس، هاي التي بيس واضح؟ سيركولر ألمنيوم فينز كي يساوي 180 واط على المتر سنتيغريد of outer diameter D2 يساوي 6 سنتيم and constant thickness T يساوي 2 مليمتر are attached to the tube. يعني عندي تيوب ملتصق به فن، خلينا على فن الفنز يعني مجموعة فن مو فن واحد، فنز مصنوع من الألمنيوم circular فن، شوف circular ألمنيوم فنز حول هذا التيوب. الكوندكتيفيتي مال الماتيريال الالمنيوم 180 منطيك اياها، والدياميتر الخارجي مال هذا الفن هو 6 سنتيم واضح، والسمك مال الفن هو 2 ملم. هذا هو الفن الملتصق او منصب على هذا التيوب. زين as shown in figure below، مال الفيجر هذا، شوفه هذا البايب اللي يدخل به الستيم، هذا القطع الخارجي ايش قد؟ القطع الخارجي 3 سنتيم هو، يعني نص القطع مالته ايش قد؟ 1.5 سنتيم. القطع الخارجي مالت الفن هذا خليناه، هذا خليناه الفن، القطع الخارجي ايش قد؟ 6 سنتيم، يعني نص القطع مالته ايش قد؟ 3 سنتيمتر، نص القطع مالته ايش قد؟ 3 سنتيمتر. سمك هذا الفن، سمك الفن هو 2 مليمتر، سمك الفن 2 مليمتر. خلينا نشوف ايش بطينا بعد. The space between the fins is 3 مليمتر، السبيس بين فن وفن معطيني 3 مليمتر، and thus there are 200 fins per meter length of the tube. يعني أنا عندي متر تيوب، متر تيوب بين فن وفن شقد 3 مليمتر، وسمك الفن شقد 2 مليمتر، يعني السمك زائد المسافة شقد تنطيك؟ هاي زائد هاي شقد تنطيك؟ سمك الفن زائد المسافة بين فن وفن مجموعة 5 مليمتر. المتر إيش كم مليمتر؟ ألف مليمتر، تمام؟ ألف مليمتر. إذا تقسم المتر اللي هو ألف مليمتر قسمة على 5 مليمتر راح يعطيك عدد الفنز 200، يعطيك عدد الفنز ألف على 5 يعطيك 200. 200. إذا أنا حتى لو ما أعطيك إياها هاي بالسؤال، بس أقول لك السمك 2 والمسافة بين فن وفن 3 مليمتر، space between the fins 3 مليمتر، وأقول لك الطول 1 متر per meter length، راح تقول لي المتر الواحد ب 200 فنز، أنت تقسم الألف على 5 تطلع لك 200، واضحة هذه؟ نعم واضحة دكتور. Heat is transferred to the surrounding air at 300 infinity 25 degrees centigrade. يعني سطح البايب جد سطحه 120. ليفقد حرارة أكيد من هذا البايب ومن الفنز وين إلى الخارج. درجة حرارة الخارج 25. تمام؟ With combined heat transfer coefficient H يساوي 60. هذا heat transfer coefficient H 60. Determine the increase in heat transfer from the tube P
per meter of its length as a result of adding fins. يعني يريد الزيادة بالكيو المنتقل الحرارة المنتقلة من هذا الفن من متر واحد من هذا الفن. فإذا نتيجة إضافة هذا الفنس نتيجة إضافة هاي الميتين فنس إيش قد زادت الحرارة المنتقلة من هذا التيوب؟ واضح هسه؟ نعم دكتور واضحة. نعم دكتور واضحة. فإذا أحسب الزيادة لازم أنا أخذ التيوب وأحسب الحرارة المنتقلة من هذا التيوب إلى الخارج وبعدين أخلي الفن وأحسب الكيو المنتقلة من هذا التيوب إلى الخارج. فبالبداية بدون فن، بالبداية أحسب نو فن، نو أحسب كيو نو فن. يعني أنا ما بخلي فن لأن أنا أبدأ أعرف قد الزيادة، فلازم أشيل الفن وأشتغل وأشوف قد الكيو بعدين أخلي الفن وأحسب الكيو. إذا أريد أحسب كيو نو فن أنا القانون ما تقول H في الـ A نو فن في T base minus T infinity. الـ A نوفن هي مساحة سطحية للبايب بدون ما أخلي الفنس اللي هي جيد باي دي وان ال، يعني القطع الخارجي للتيوب في الباي في الـ L يعطيك مساحة سطحية لهذا البايب، يعني كونفكشن عادي بايب على بايب. إذا أحسب كونفكشن عادي على البايب طوله 1 متر طول، تمام؟ درجة حرارة السطح 120، درجة حرارة السطح 120، درجة حرارة الانفينيتي 25، تمام؟ وعندي H يساوي ايش قد؟ قد ال H 60 دكتور، تمام؟ هذا هو يعني T انفينيتي. هذا مسألة بسيطة بالفصل الأول شنو نحسبه. عندي طول 1 متر، عندي مساحة درجة حرارة السطح، عندي H، عندي T infinity، عندي diameter هذا جيم الطينية 3 سنتين. هسه أنا أقدر أحسب شنو المساحة السطحية وأقدر أحسب الـ Q. الـ Q شو تساوي؟ الـ H المساحة السطحية surface area T surface ناقص T surface مو T surface احنا نسميها T base T surface أو T base minus T infinity convection عادي ال H نفس ال H ال H في الباي المساحة السطحية ايش قال باي مو في D سميناها D1 في شنو ال L من طول ال T base minus the infinity. اللي هو هذا ال H في ال A no infinity قلنا هي pi D1 L في ال T base minus the infinity. ال H 60 ال pi في ال D1 في 3 سنتيم اللي هو 0.03 حوالي 2 متر في ال L 1 متر يعطيك هاي المساحة السطحية للبايب. تضرب المساحة السطحية في ال H في ال T base 120 minus T infinity 25 نعطيك ال Q نوفن ايش قد 537 واط. 537 واط هذه كمية الحرارة المنتقلة من هذا البايب إلى الخارج بالنوفن ايش قد 537. هسه شنو نحسب؟ نحسب ال L، نحسب طول الفن لأن هو ما مطيني طول الفن مو وش مطيني العفو مطيني قطر الخارجي للبايب مطيني قطر الخارجي للفن. فشلون أحسب هذا ال L؟ هذا ال L شلون راح أحسب هذا ال L؟ هذا ال L طول الفن يعني هذا إذا أقسم هنا شو راح يصير؟ أحسب إذا أرسمه بهالشكل شو حيصير؟ حيصير إذا أسوي له كوس
سكشن يعني مسقط مقطوع هيك يصير. هذا المسقط المقطوع مالته. نعم دكتور سايد فيو. وهكذا يعني هاي 200 فن عندك بهالشكل. فهذا هو الديوان، هذا هو الثلاثة سنتين. وهذا اللي هو ايش قال 6 سنتين. هاي 6 سنتين. مو هيك؟ أنا ايش عاد أحسب؟ عاد أحسب هذه. عاد أحسب الـ L هذا. تمام؟ هذا اللي أحسب الـ L. شلون أحسب طول الفن؟ أقول الـ يا أما أقول نصف القطر الخارجي هذا الثاني ناقص نصف القطر هذا الصغير شو يعطيك؟ يعطيك هاي المسافة. يعني هذا نسميه R1 وهذا R2، فR2 ماينس R1 تعطيك الـ L. أو هو شو يقول؟ يقول الـ D2 أو العفو إيه الـ D2 هذا هذا الـ D2 دكتور ناخذ قطر كامل. إيه هذا الـ D1. فالـ D2 ماينس D1 شو تعطيك؟ تعطيك هاي D2 ماينس D1 شو تعطيك؟ تعطيك هذا وهذا يعني يعطيك 2 L. هذا يساوي ايش قد؟ 2 L مو L وحده. تمام؟ انا اريد L وحده شو راح تصير؟ راح تصير D2 ماينس D1 على ايش قد؟ على 2 شو يساوي؟ يساوي L. تمام؟ D2 ايش قد؟ 6 سنتيم مو؟ 6 دكتور ناقص 3 3 يعني 1 ماينس دي 1.03 صحيح على 2 ويساوي ايش قد؟ 0.03 على 2 ويساوي ايش قد؟ 0.015 متى. وهذا الطول طول الفن هذا هو نفسه هو الطول نفسه طول الفن واضح هسه هذا طلعنا 0.015 متر. انا اريد احسب الكوركتد لينكت ليش؟ لانه هذا حول من الكيس الثالث الى الثاني. قبل ما احسب الكوركتد لينكت لازم شو احسب؟ قلنا لازم شو نحسب النسبه ليش قد؟ اتش تي مو على 2 كي اس نصف قد ال اتش 60 مو سمك ايش قد؟ 2 مو 2 ملم تمام سوري 0.002 مو على ايش قد؟ 2 في الكي ايش قد؟ 180 بس ايش قد؟ بس نصف سبوناها شوف ايش تطلع شكرا. %18 دكتور. دكتور. نعم. لازم أقل.
دكتور صفر 0.0182 تطلع قليلة كلش مو؟ دكتور 0.0182 0.018 مو؟ 2 دكتور اي تمام اي 0.0182 2 اذا هي هاي ايش قد اقل؟ ايش قد؟ من 0.5 اذا انا اقدر استخدم الكوركشن واضح؟ واضح هسه مو؟ اذا اقدر استخدم الكوركشن احسب الكوركتد لينكث احسب الكوركتد لينكث قلنا الكوركتد لينكث هو ال L زائد T على 2 ويساوي 0.015 ال L زائد T اللي هو 0.002 على 2 يساوي 0.001 تطلع النتيجة 0.016 متر هذا هو الكوركتد لينكث نحسب النسب هذه مالت الفيجر ال R2 corrected قلنا هو شو يساوي؟ يساوي ال R1 زائد ال L corrected ويساوي 0.015 هذا نص القطر الأول مالت ال 5 زائد ال L corrected 0.016 تطلع 0.031 قسم ال R2 corrected على ال R1 تطلع 0.031 هذه على ال R1 0.015 هاي النسب موجودة نحتاجها بالفيجر تطلع عندنا النسبة ايش قد؟ 2.067 ليش؟ لأن الفيجر نحتاج شنو؟ نحتاج هذا الفيجر نحتاج الـ R2 corrected على R1 وحسبنا الـ R2 corrected قلنا هو الـ R1 زائد الـ L corrected والـ L corrected حسبناه قلنا الـ L زائد T على 2 فبالنتيجة النهائية بعد نحتاج انه نحسب الـ AM profile area ليش؟ لأنه نحسب الـ X axis اللي هو L أس L corrected أس 3 على 2 في النسبة اللي هي مالت الـ X axis في الـ H over KAM أس نصف واضح؟ فلازم نحسب الـ AM profile area فالبروفايل اريا هي السمك في الال كوركتد السمك 2 ملم يعني 2 بالالف في الكوركتد لينكس 0.016 تطلع عندنا البروفايل اريا هي 3.2 في 10 سالب 5 هسه نحسب قلنا هاي النسبه اللي هي الال كوركتد 3 على 2 في الاتش اوفر كي اي بروفايل في اس نصف هذا الكوركتد لينكس هو 0.016 اس 3 على 2 في ال 60 على 180 كي في ال A بروفايل حسبناها 3.2 في 10 صار 5 أس كلها أس نصف يطلع عندنا النسبة هذه هي 0.206 فأروح على الفيجر ونحسب الكفاءة إذا 0.2 عندك ال X axis وال Y axis أو الكيرفات هي قيمتها 2 أروح على 0.2 نقاط عمان 2 عندنا 0.2 قلنا 0.2 هنا 0.2 هنا قاطعها ويا من ويا الاثنين هذه نعم تقريبا يعني يعني 97 تقريبا مو 96 هي تقريبا 90% إذا هو ماخذ 95% تقريبا 95% هسه قلنا نحسب مساحة الفن تعلمنا انه نحسبها من هذا القانون اللي هو 2 باي ار 2 كوركتد سكوير
minus R1 square. هاي مساحة الفن بالنسبة للcircumferential هاي ثابتة واشتقيناها ف2 باي في R2 corrected هو أعتقد هنا غلط أكو هنا غلط R2 corrected قد حسبنا 0.031 0.031 فكونا غلط 3.1 تبيع تمام ماينس 0.016 0.015 هو الآوار مضبوط تبيع طلع عندنا الأي فن وقلنا الكيو أكتوال بالنسبة للفن هو الافشنسي في كيو ماكسيموم الافشنسي في الاتش في الاي فن في التي بيس ماينس تي انفينيتي افشنسي 95% في الاتش 60 في الفن اي هي حسبناها هذه هاي هذا القانون 0.0462 في التي بيس اللي هي 120 ماينس تي انفينيتي 25 يطلع عندي 25 واط كيو فن الكيو الكيو انفن هسه نحسب عم نجمعهم نطلع الكيو توتال الكيو انفن لازم نحسب المساحه الانفن اللي هي قلنا باي دي 1 في الاس باي دي 1 في الاس واضح الاس هي مسافه بين فن وفن فباي في دي 1 اللي هي قطر الانبوب هاي باي باي في دي 1 الاس هاي الاس نعطيك مساحة سطحية مالت بين فن وفن هاي الاس نعطيك مساحة سطحية بين فن وفن اذا باي دي 1 اس هي مساحة سطحية بين فن وفن باي في دي 1.03 في الاس 3 ملم يعني 0.03 يطلع عندي الاي انفن هذه الكيو انفن طبعا هنا دا يحسب الكيو مال فن واحد هاي مال فن واحد وهاي الكيو راح احسبها مال مسافه واحده بين فن وفن بعدين نضربهم في مجموع الميتين فالكيو انفن قلنا الاي الاتش في الاي انفن في التي بيس ماينس تي انفن 60 الاي انفن هسه حسبناها في التي بيس 120 ماينس 5 يطلع 1.6 هاي بين فن وفن الكمية الواطية أو الكيو منتقلة هي 1.6 ومن الفن جيل يطلع عندي 25 واط هذول ينجمعون شنطيني ينجمعون 25 وهي 1.6 تنضرب في عدد الفنز اللي هي 200 تطلع لك الكيو التوتال الخارجة من هذا البايب 5320 أنت عندك الكيو نوفن كانت 500 حسبناها بالبداية فخمسة آلاف صارت يعني من 537 صعدت لل 5320 بسبب شنو؟ بسبب وجود الفنز واضح هسه؟ عم تورر. إيه فخمسة آلاف 320 هي بعد ما خلينا الفن ماينس 537 قبل ما نخلي الفن تطلع لك هاي الزيادة بالكيو المنتقلة بسبب الفنز اللي هي 4783 واط وهاي كمية مو قليلة يعني أضعاف مضاعفة صارت لذلك الفن افكتيفنس نحسبها نقسم الكيو اللي انتقلت بعد ما خلينا الفن على كيو المنتقلة بدون فن كيو نو فن فراح تصير عندنا نسبة 5320 على 537 تطلع النسبة 9.9 هاي الافكتيفنس اللي هي جد أكبر من واحد اللي هي 9 اضعاف تقريبا او 10 اضعاف كميه الحراره انتقلت الى الخارج وهذا فد شيء ممتاز بالنسبه لاضافه هذا الفن 10 مرات حصل لنا انتقال الحراره اوكي طلاب تمام دكتور نعم دكتور هذا عنده سؤال طلاب عفوا دكتور ما عندي سؤال يعني بس حبيت الله حي-